بيمثل بيغني طبيب. لا بجد يا جماعه، اي حد عنده اي سنه فنيه انتوا عايزين تتحركوا منها. نصيحه ليكم اللي هيبطل ما تبطلش. من نصيحه لنا بقى ايه؟ استيبر. مين هنا يعرف استيبر؟ هي دي اكتر تجربه. الله جميل. ستيبر انيشيتيف تلاقي من المكتبه وفعاله جدا. واي ثينك ان انتوا يو كان جوجل الشغل بتاع ستيبر انتهى. وستيبر عندهم ايفنت جاي اللي هو بلاش عندهم ايفنت جاي، ممكن ابقى انطركم على الجروب بتاع الايفنت بتاع تسجيل المكتبة جوه الكلية هنا كده وخلاص وصلت الصبح. طيب جلوبالي بقى على مستوى العالم، ايه اللي بيليك اللي انت تقدر انت تعمل حاجة على مستوى العالم؟ هل هيقدر؟ هيقدر تقدر بسهولة جدا. أول حاجة التانزا. يعني ايه التانزا أصلا؟ تانزا باللغة السواحلية الأفريقية تريت ويز كير وأفكشن. انت تتعامل بكير. هو المستوى التالت حاجه انفايرمنتال صح؟ تبع اليونايتد نيشنز. دي الافاكولس اللي هم منهم احنا. ان انت تشتري في حاجه دي سهله جدا. اكتشفت ان الامباسدور بتاع كندا من سنه 2008 مصري وعايش معانا في اسكندريه. ده حاجه انت مش فاهمها. يعني ايه ده؟ اليوم انا طلعت كده من كام سنه قالت ايه؟ قالت ان الافريقيا الجديده احنا عندنا احلام عايزين نحققها وقدمت وعود كتير لاطفال العالم. ما نزلتش منهم وعود كتير قوي لحد دلوقتي. فطلعت من سنه كده قالت انا ايه؟ هجدت الوعد بتاعي وانتم كلكم حوالين العالم لازم تشتركوا معايا. من اهم الحاجات اللي اليو ان واليونيسف بداوا يعملوها ايزوليشن زيرو. ايه ده؟ يعني ايه؟ حوالين العالم كل يوم بيموت 21,000 طفل من حاجات نقدر نمنعها مش من حاجات ما نقدرش نمنعها. يعني مثلا جاله برد ومامته عايشه في بريمتيف اريا ومش واخده منه ومش قادر تديله انتي بايوتيك اللي انت بتاخده عماله على بطاريه. او عايش في مكان الميه فيه سيئه جدا لدرجه ان هو بيشرب الميه بيموت. اليو ان قالت ان هي عايزه تنزل العدد ده. والناس بقت تقول اي بليف زيرو، انا هفهم ان انا اقدر انزل العدد ده لصفر. هل قدروا يعملوا حاجه؟ الحقيقه ان من 4 سنين العدد ده كان زياده صفر. يعني ما كانش 21,000، كان كام؟ 210. من 4 سنين. شلنا صفر. اي ثينك ان احنا نقدر ننزل العدد ده لصفر. هل اقدر اعمل حاجه؟ طبعا تقدر تعمل حاجات كتير. غير اللي بيموتوا كل يوم في children getting abused كل يوم. بيطلعوهم من المدارس، بيشغلوهم، بيبعدوهم عن اي حاجه لها علاقه بالطفوله. رفض اشتغل. شوف اليوسف بتقول لك اعمل ايه؟ شوف اليوسف عايزاك تعمل ايه؟ طيب انا اقدر ازاي بقى اشتغل في كل الحاجات ديت وانا مش عارف حاجه؟ والحقيقه المكتبه انتم متغلطين على نفسكم قوي، اللي بيشتغلوا شغل المكتبه هم أبناء المكتبة من سنين بصراحة، زي أبناء مبارك. الحقيقة لا، أنت مجرد تدخل على الويب سايت بتاع المكتبة هتلاقي كل حاجة افيلبل بس أنت ما بتدخلش. طيب أنا معرفش ويب سايت المكتبة أصلا، بيبقى ألكس دوت كورك. طب أنا مش عارف أشتغل في الحاجات دي إزاي؟ طيب أنت عارف إن السنة دي هي الإنترناشونال جيم في يوث أصلا؟ ده السنة العالمية للشباب. طب أنت عارف إن 12/8 ده اليوم العالمي للشباب؟ يوم الجمعة. طيب حاجة كمان بقى. العالم كله بيحتفل باليوم العالمي للشباب. مواطن هتحتفل؟ هي مصر عمرها ما هتحتفل باليوم.
بتاع الاسكندريه هتتقفل باليوم اللي عليها الشباب يوم 15 كمان. تعمل ايه؟ هتجيب لك الديسكتوب كلها اللي مهتمه بالصحه بالمجال الميديكال في صحتنا، صحتنا عاملين شغل هايل في رمضان. حد سمع حد تفهمني؟ فهمني عن فكره 20 محافظه على مستوى مصر العربيه تفهم الناس عن السكر، وان ازاي لسه تمونيتور السكر بتاعك في رمضان وكل رمضان، وهتعمل لهم كلهم تحليل سكر في 20 محافظه. يوم 15/8 كانت اسكندريه عامله انترناشونال داي، طبعا كلكم انفايت.